تسببت حادثة سير خطيرة السبت 31 يوليوز 2021 بمنطقة المرس بمدينة طنجة بوفاة سيدة ونجاة ابنها في مشهد مروع. وحسب ما نقلته جريدة العمق من مكان الحادث فإن الحافلة صغيرة من النوع الصغير فجرت رأس السيدة بعد أن ظل رأسها عالقا بين عجلاتها، فيما نجا طفلها ذو 3 سنوات بحي ابن أورياغل بأعجوبة. وشهدت المنطقة استنفارا أمنيا حيث شرعت السلطات تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث المميت. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.